والله انا من حسب دراستي ونظرتي للمجتمع وتعاملي مع المئات من البشر في خلال سنوات، الشعب الليبي انا نقول هيك الشعب الليبي تربى على عوج. يعني كان جاءت المنظومه السابقه، المنظومه المنهاره تكافئ الخانب، تكافئ السارق، تكافئ المنحل، تريد الانحلال، تشجع على الفاسد. اذا كنت فاسدا، يعني نعطيك مثال والاخوه المشاهدين يعلمون، كل من قام بسرقة بسيطة يتم ترقيتها إلى رئيس قسم، وإذا سرقة أكثر يتم ترقيتها إلى مدير إدارة المالية. يعني هذه انتشرت في عهد الفساد بطريقة غير عادية. فكان كل ما يكون فاسد أكثر، كل ما يكون ولائك أكثر وتأخذ أكثر مزايا. كل ما تخنب الحليب والطماطم والدقيق متاع الجمعية وانت مأمنينك على الجمعية متاع السلعة التموينية هذيك، كل ما كنت تم ترقيتك وغض البصر عنك، في حين لو كنت أمين حيتم طردك ولن تحصل حتى حاجتك. في المصارف، منظومة المصارف كانت المنظومة المصارف، كل ما كنت أنت خاين وخانب كل ما عائلتك تعيش في طرف، لكن طرف جيني ضد الله ضد الإسلام. المنظومة الخلق استمرت على المنوال هذا. بكل أسف نحن الآن ما زالت نفس المنظومة السابقة اللي هي منظومة اللا أخلاق مستمرة إلى الآن. أني بنوجه إلى أصحاب الضمائر الحية، ربما يشعرون بأن كلامنا إحنا صدق، ربما ما زال في بعض منهم لديه قلب. يعقل الكافر أخلاقه أفضل من المسلم؟ يعقل يا حبيب محمد، يا أتباع محمد، أن يكون الكافر البودي اللي هو زي الياباني والكوري والهندي والصيني يعمل أكثر إتقاناً وأخلاق المهنة عنده أكثر من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ خير خلق الله. أم أقول أنت كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون؟ أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ معقول تقول أنا مسلم تمشي تصلي في الجمعة وتصلي في الخمس أوقات وأنت لا تفعل بما يحبه الله، وأنت تفعل بما مش بما يحبه بالله بس، بما لا يحبه بل بما يغضب الله. أنت تفعل مش يعني إحنا يا سيدي اللي يحب الله ما درتاش مشيناه، لكن بما يغضب الله وبما يغضب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تفعل عكس ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى؟ معقولة أنيني ويعتقدوا؟ وشوف الآن بعض الناس يتباهى أن يطلع قبل الوقت، يتباهى بأنه خان للأمانة. ما هي أخلاق المهنة؟ ما هي الأخلاق؟ الأخلاق ما عكسها؟ إذا لم تقم بالأخلاق علينا نعرف، إذا نعرف الأخلاق علينا نعرف ما عكس الأخلاق. عكس الأخلاق النفاق، الكذب، الخيانة. نعم.